الرحمن الرحيم، مرحبا. خلينا نكمل درس التكامل بالأجزاء. احنا أخذنا لحد الآن ضرب وخطي، ضرب والزاوية خطية، وهسا راح ناخد تكامل اللو. تكامل اللو، أول شيء عندك هذا السؤال: تكامل لو سين للأساس هذا للسين، ما في عنده ولا إشي. لو حكينا إذا اللو مشتقته معه نستخدم تعويض، اشتق اللو بيطلع عندك واحد على سين. هل واحد على سين موجودة؟ مش موجودة. إذا هون راح نستخدم الأجزاء، مين بدك تشتق ومين بدك تكامل. إحنا دائما إذا شفنا اللو دائما بنشتق اللو، لأنه ما بنعرف نكامل اللو، فهذا راح نشتقه. دال السين راح نكاملها. خلينا نشوف كيف نشتق اللو السين. لو السين للأساس ها، بدك تشتقه راح يصير معك واحد على سين. طيب دال السين كيف بدك تكملها؟ احنا بنعرف انه تكامل واحد دال السين بيساوي السين. طب هذا واحد ضرب دال السين، يعني دال السين يعني هو نفسه تكامل دال السين يساوي سين. إذا هون راح يكون تكامل السين. هسه بنحط هون ناقص تكامل، نضرب هاد في هاد، صار عندك سين لو السين للأساس ها ناقص تكامل واحد على سين ضرب سين، واحد على سين ضرب سين دال السين. واحد على سين ضرب سين راحت، صار عندك تكامل دال السين. صار عندك سين لو سين للأساس ها ناقص تكامل دال السين سين زائد جي. هيك بكون حلينا السؤال اللو لحاله. هسا احنا بنحكي عن مثال بعدي: تكامل لو سين لو سين للأساس ها دال السين. حكينا من القواعد الأساسية اللي حكيناها انه كثير الحدود دائما يشتق، إلا في حالة واحدة إذا ظهر اللو في السؤال. ظهر اللو في السؤال، هل مشتق اللو معه؟ اشتق اللو واحد على سين، مش موجود واحد، موجود سين. إذا هون بالأجزاء، ظهر اللو في السؤال، إذا نشتق اللو ونكامل السين. صار عندك هون نشتق وهون نكامل. إذا مش شرط إنه على بعض الطلاب لما كنا نحل قبل بيحكوا لك والله على الترتيب، هذا بتكامله هذا بتشتق هذا بتكامل هذا بتشتق هذا بتكامل. زي هون هذا بتشتق هذا بتشتق هذا بتكامل، الأول بتشتق التاني بتكامل. لا مش شرط، بدك تشوف ايش بدك تشتق وايش بدك تكامل انت. فلو سين بدك تشتقه لساسها بصير عندك واحد على سين، وعندك سين بدك تكاملها. لما كنا نشتق كانت تطلع لك دال سين أو سين أو واحد، هسا بدك تكاملها راح يطلع معك سين تربيع على اثنين، يصير عندك تكامل ناقص تكامل. هسه لو سين في سين تربيع، سين تربيع لو سين للأساس ها كله على اثنين ناقص تكامل نص سين تربيع على سين، سين تربيع على سين اللي هو سين دال السين. هذا تكاملها معروف اللي هي نص أو صارت ربع سين تربيع، يعني سين تربيع اثنين في اثنين في نص زائد الجيم، بتنزل هاد زي ما هو لو سين للأساس ها كله على اثنين ناقص. هيك بكون حل السؤال. نيجي على السؤال اللي بعده: تكامل لو لحاله، ما مشتقته مش معه، تكامل لو لحاله. هسون بيحكي لك طوالي خلينا نشتق نكامل. غلط، مش انه غلط بس بصير معك طويل. هلا احنا بنعرف انه الجذر هو عبارة، احنا بنعرف انه الجذر عبارة عن قوة نص. بنعرف من خواص اللو انه اذا كان السين جوا، اذا كان جوا اللو مرفوع لقوة، نقدر نطلع اللو، نقدر نطلع الأس لبرا اللو. هذا من قواعد اللو. صار عندك تكامل نص
لوس سين للأساس هاء دال السين. شوفوا كيف صار، صار زي الأول، صار زي هاد بس مضروب بنص. هسا تشتق وبتكامل، عندك نص لوس سين للأساس هاء، بدك تشتقه، مشتقة واحد على سين في نص، واحد على اثنين سين. دال السين بدك تكاملها راح يطلع معك سين. فهيك صار عندك نص لوس سين أساسها في سين ناقص تكامل نص دال السين. هذه نص سين بتنزل هدول زي ما هم زائد الجيم. هيك بكون حل السؤال. خلينا نشوف مجموعة أمثلة ثانية مش عن التكامل له، عن تكامل العكسه الها قوة. حكينا بالسين بها قوة سين، حكينا إذا كان الها سين، لو تتذكر القاعدة اللي أخذناها في التعويض، إذا كان تكامل سي أو اقتران ضرب ها قوة. حكينا في عنا حالتين، إذا كان قوة غير خطية فبنفرض بالتعويض، أما إذا كانت القوة خطية فبالأجزاء. إحنا أخذنا القوة غير خطية عشان كان درسنا بالتعويض، هسا راح ناخد قوة خطية عشان درسناها بالأجزاء. مين بدك تشتق مين بدك تكامل؟ إحنا حكينا لك إنه الكثير الحدود دائما يشتق والباقي يتكامل. إذا عندك كثير حدود فهذا بتشتقه وهذا بتكامله، فصار عندك سين اشتقها واحد، ها قوة سين كاملها، نعرف نكاملها هاي ها قوة سين زي ما هي، فبتضرب. هسه صار عندك سين في ها قوة سين ناقص تكامل ها قوة سين دال السين. ها قوة سين دال السين تكاملها هي نفسه ها قوة سين ناقص سين ها قوة سين زائد جيم. هسه هون في اشي مثير للجدل انه يمكن تستخدموه المرة الجاي، انه ها قوة سين اسحب عامل مشترك بصير سين ناقص واحد زائد الجيم. شايف كيف؟ يعني طريقة ثانية لكتابة السؤال، لكتابة الجواب. نجي على سؤال 14، تكامل قاطع تربيع في ها قوة جذر ظل السين دال السين. أول شي قبل ما نحكي هذا أجزاء ولا تعويض، هل الهاء قوتها خطية؟ طبعا ليست خطية، إذا تعويض القوة غير خطية، تعويض مع إنه درسنا بالأجزاء بس هذا تعويض. صاد بيساوي القوة جذر ظل السين، عندك دال السين بيساوي دال الصاد على المشتقة. شو هي المشتقة؟ مشتقة الجوة قاطع تربيع سين على اثنين جذر ظل السين. فصار عندك دال السين بيساوي اثنين صاد دال الصاد على قاطع تربيع السين. بحكي من وين جبت الصاد؟ هي نفسها ظل السين على فكرة، اثنين جذر ظل السين. حط سؤالك الجديد، تكامل قاطع تربيع السين بها قوة صاد، بدل دال السين تحط اثنين صاد دال الصاد على قاطع تربيع السين. قاطع تربيع مع قاطع تربيع راحت، صار عندك التكامل اثنين صاد ها قوة صاد دال الصاد كامل بالأجزاء عشان القوة خطية صارت، فبتكامل بالأجزاء. كيف تكامل بالأجزاء؟ اثنين صاد بتشتق بصير اثنين، وها قوة صاد بتكامل بصير ها قوة صاد بالنسبة لصاد احنا بنحكي، وتضربهم اثنين صاد ها قوة صاد ناقص تكامل اثنين ها قوة صاد دال الصاد. هذه تكامل اثنين ها قوة صاد زائد الجيم، واثنين صاد ها قوة صاد ناقص. هسه هون بحكي لك خلاص خلصنا السؤال، لا ما خلصناش السؤال، بدك ترجع قيمة صاد اللي هي ظل السين، جذر ظل السين، اثنين جذر ظل السين ها قوة جذر ظل السين
ناقص اتنين ها قوة جذر ظل السين زائد الجيم. هيك بكون حلينا السؤال. خلينا كمان ناخذ كمان مجموعة ثانية من الأسئلة وبنشوف كيف نحل الأسئلة مع بعض. إذا هون كان السؤال عبارة عن تعويض لأنه القوة غير خطية، بعدين تحول السؤال لأجزاء ضرب والقوة قوتها خطية. خلينا نشوف السؤال هذا الحلو. ها قوة سين تربيع زائد لوس سين، ها قوة سين تربيع زائد لوس سين الأساس ها، كيف بدنا نحله؟ بالأول بدك تعرف قواعد القوة الأسس، إنه عند الضرب تجمع الأسس، فهذا عبارة كان عن ها قوة سين تربيع ضرب ها قوة لو السين للأساس ها، يعني عبارة عن قواعد للأسس، فهذول بدك تخليهم مع بعض تجمعهم الأسس مع بعض. فإحنا راح نمشي بالعكس، راح نرجع هذا لهذا، صار عندك تكامل ها قوة سين تربيع ضرب ها قوة لو سين للأساس ها. احنا حكينا لك القاعدة بتحكي انه ها قوة لو بنشطب اللو مع الها، ولو قوة لو جواته ها قوة بنشطب اللو مع الها، فصار لأنهم عكس بعض. فصار عندك السؤال تكامل سين ها قوة سين تربيع في سين دال السين، لحد الآن ما خلصنا. شو اللي ضرب؟ هل بيحكي لك ضرب وها قوة؟ إذا أجزاء غلط، القوة غير خطية عندك، سين تربيع مش سين، فهون صارت مش أجزاء صارت تعويض. تفرض صاد بيساوي سين تربيع القوة، دال السين بيساوي دال الصاد على المشتقة 2 سين، فصار عندك تكامل سين ما غيرنا فيها شيء، ها قوة صاد صار بدل دال السين دال الصاد على 2 سين، سين مع سين راحت، النص بيطلع برا، تكامل ها قوة صاد دال الصاد. تكامل في متغير واحد اللي هو ها قوة صاد اللي هو صاد، يصير عندك ها قوة صاد في نص زائد الجيم، واللي هي صاد سين تربيع زائد الجيم. لاحظوا انه هون ما استخدمنا الأجزاء بالمرة، مش شرط يكون الدرس على الأجزاء يكون السؤال بالأجزاء. هون سؤال تريك انه مش تستخدم أجزاء، تستخدم تعويض. السؤال بعده هو من الأسئلة التكامل الدوري، التكامل الدوري. يعني حكينا دائما النسب مثلثية تكامل، ها قوة سين في جيب السين دائما النسب مثلثية تكامل والباقي يشتق، إذا هذا بدك تكامله، هذا بدك تشتقه، وهذا بدك تكامله. فصار عندك ها قوة سين اشتقه راح يطلع معك ها قوة سين اشتقاقه نفسه، جيب السين بدك تكامله راح يطلع معك سالب جتا السين تكاملا، فصار عندك تضربهم تكامل الأصلي ها قوة سين جيب السين دال السين بيساوي هذا في هاد سالب ها قوة سين جتا السين ناقص تكامل ناقص ناقص ده تكامل ها قوة سين جت السين دال السين. نفس الاشي صار معنا، تكامل ضرب وها قوة والزاوية والشو اسمه نسبة مثلثية، نشتق ونكامل، نشتق ونكامل خط النسبة. صار عندك ها قوة سين بدك تشتقه ها قوة سين، جت السين بدك تكامله جيب السين مش سالب جيب السين لأنه اشتقاقه سالب جيب السين. تضربهم صار عندك التكامل الأصلي ها قوة سين جيب السين دال السين بيساوي سالب ها قوة سين جتا السين هذا بتضرب في هاد زائد ها قوة سين جيب السين ناقص تكامل ها قوة سين جيب السين دال السين. لاحظوا انه رجعنا للسؤال الأصلي، يعني عم ضل يتكرر 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 يتكرر، هذا بدك تعمل زي نفس الشيء بدك تعمل نفس الشيء ضل يتكرر يتكرر يتكرر، هيك بخلصش يعني، هذا اسمه دوري. ف
ننقل التكامل عند التكامل، صار عندك تكامل ها قوسين جي بالسين دال السين زائد تكامل ها قوسين جي بالسين دال السين بيساوي ها قوسين جي بالسين ناقص ها قوسين جتا السين. تكامل زائد تكامل، اعتبره هذا متغير سين، سين زائد سين اثنين سين، صار عندك اثنين تكامل ها قوسين جي بالسين دال السين بيساوي ها قوسين جي بالسين ناقص ها قوسين جتا السين. انت بدك بس تكامل واحد، بدك تكاملين مع بعض، بدك تكامل واحد بتقسم على اثنين، قسم هذا كله على اثنين وهذا كله على اثنين، صار عندك التكامل الأصلي ها قوسين جي بالسين دال السين بيساوي ها قوسين جي بالسين ناقص ها قوسين جتا السين كله على اثنين. إذا هذا طلع عندك تكامل دوري. ليش تكامل دوري؟ لأنه رجعنا على نفس التكامل الأصلي اللي هو ها قوسين جي بالسين. هاي السؤال هو أصلا ها قوسين جي بالسين، عملنا أجزاء مرة أولى، عملنا أجزاء مرة ثانية، بعد ما عملنا أجزاء مرة ثانية طلع لنا ها قوسين جي بالسين التكامل نفسه هذا. فتنقل التكامل لهون، طبعا أنا بحكي تنقل مش شرط يكون هون ها قوسين جي بالسين، هون ها قوسين جي بالسين يصير طوال اثنين، يمكن عندك هون خمسة ها قوسين جي بالسين، هون عندك ثلاث تنقلها بصير ثمانية. فأنا بديش إياك تحفظ، بدي إياك تفهم، نقلناها هاي لهون واعتبرناهم زي كأنه متغير واحد، مثلا سين زائد سين اثنين سين، فتكامل زائد تكامل اثنين تكامل، نفس التكامل لهم تقسم على اثنين وطلع معك الجواب. طبعا هون في عندنا خطأ بسيط جدا اللي هو زائد الجيم ثابت التكامل. إن شاء الله تكونوا استفدتوا، والفيديو الجاي إن شاء الله ما ضلش غير مثالين بسيطين، بعدين بنفوت على فكرة ثانية للدرس. السلام عليكم ورحمة الله.